بنت ضيعتي وحبيتها كثير وصار في التقاء بيني وبينها وبعدين بدي بعت لها مكتوب ما كنت اقدر كنت حطه بكبريتي واكسرها للكبريتي منشان ما حدا يلمها وحطها جنب عمود وهي ترجع بعد نص ساعه تاخذ هالكبريتي تروح تغيب شي ساعه تقرا هالرساله ترجع تكتب الرساله ترجع تحطها بالمحل ذاته وارجع امرق انا وكنت لما نمرق وكان عندهم بلكون صغير هيك لما امرق بدي احكيها مثلا عن بعد شي 20 متر قومي بايدي هيك وحس كل الليل انا بنشوه انه ومثلي وكانت امور كثير حلوه. انا طلعت من الحبس وجيت دقيت على الباب عندي هون وفتحت لي مرتي طلع قلبت على الارض كلهم وقفوا وسمعت حدا شهق هيك وهي بوسني وبوسوا وهذا يبكي وانا ابكي مع الكل يعني بس ما عرفت ولادي فبالاخر قلت لهم مين منكم نانسي بنتي الصغيره قالت لي انا وقربنا عبطنا وصلنا من اول وجديد بعدين مين ندى انا طلعت قلت لها هبه هي تركت عمرها 7 سنين شنبع وبقف هيك تركي فيك وياه بوسطها عبطتها قالت لي بابا بدي اعرفك على جوزي فيعني بنت قلت لها 7 سنين فوت مع جو يعني كنت صعب كتير ما تصوري قديش هالامور هيك بهاللحظات الاولى بعد شوي جايبين مرتي ما بالمزهر وما ورد على وجهها وهيدا قلت ولو 13 سنة ما طلعت بتقوم تفشخ من فوقتها عبطتها وبوظتها فهمت هالمشاعر اللي عندي انه انا مش قادر فهمتني وباخر سهرة اجت قالت لي مرتي طب فوت تتحمم بعدها بتيابي وكذا هي حممتني لفلفتني قعدتني مثل ولد صغير وانا واقف ماشي يعني ما عم بحرق ابدا ولا شيء كل واحد بده ينام حتي من الاولاد صاروا 6 على تختين ومرتي قاعده هيك فمدت ايدي هيك من ورا الكل هيك حطيت ايدي على رقبتها على على راسها هيك ما بعرف كيف نمنع ليلتها لا يعني شغلي ما بتنسى عن جد هيك كانت اول يوم انا تغيبت وانحبست ب 13 سنة فكانت هي الأم وكانت البي وكانت الخي والأخت للأولاد ولما طلعت لقيت هالثمرات اللي أنا زرعتهم الحمد لله مربيتهم وبأحسن تربية وطلعوا بأحسن ما يكون وبتصور لو كنت أنا ما كانوا طلعوا أفضل من ما شفتهم وقت اللي بتسكر معي فوت دقيقتين على الحبس فوت معلقتي على الحبس هيك بحس براسي وهيك بشعر قديش في ألم جوا بطلع بقول لا الحمد لله هون أحلى بكتير يا زلمة الحياة كتير حلوة بحبها.